الناس هادو تاع الدولية على هاد البوكماني، بقى الله خير. جانا من 13 سنة ديال الحبس، الناس هما اللي جمعوا لي باش شديت هاد البايم تاعهم ومع يا خوتي باش شديت البايم ونتاقموا من هاد البايم هادي، الله يخلصهم. هادشي اللي كنقول صافي. وكنعانوا من واحد المشكل، عندي واحد الاخ ديالي كان معتقل مدة 3 سنين دابا، باش معتقل يلا خرج من السجن دابا شي 5 شهور، وشرينا لي واحد عودة باش يكون راسو باش يخدم على راسو ويصرف على راسو باش يدير أسرة وما يبقاش يتشد، باش مبقاش بقاش كل مرة معتقل درنا ليه باش يدير راسو. وضربوا لي هذيك العودة، ضربوا نهار ثلاث مشات لينا ولا ربع، ونهار الخميس صبحت ضاربينها هنايا على الفخذ ديال راه التصاور كاينين، وديجا ضاربين لي عود اخر، وما بغاوش يكون راسه وداكشي، بغاو ديما في المشاكل، بغاو ديما يبقى معتقل وداكشي. هو مسكين بغى يدير وليدات، وباش كل مره نعاون كل واحد عطاه شويه، واو ضربوا عليه دابا راه صبحت ميته البارح، وحنا كنطلبوا منهم وداكشي باش يشوفوا لينا هادشي شكون اللي قتل لي هاد العوده وداكشي، وباش يعاونوه وداكشي. انا معاقه والام ديالي ميته والاب ديالي ميت، وما كاينش اللي مد لي يد المساعده. انا قاعده مع دابا 4 الخوت، انا اللي قاعده معاهم، وعدي وليد ومزوجه معاهم وقاعده معاهم، وعدي وليد عدو دابا 8 شهر. وكنطلب منهم انا هاد ما بقاوش يضربوا هاد البهايم وهاد الشيء، ما يبقاوش يتعداو عليهم، وحشومه من جهه الله ومن جهه العبد، بقاوش يتعدوا عليهم. ما عرفتش انا شكون اللي يتعدى عليهم، ما عرفتش شكون تعدى على هاد العوده. كنطلب بنادم يدير عقله شويه، يكون واعي شويه، ما يتعداش على هاد البهيم. عندي الاخ ديالي مات في الطاقه، وعندي 3 الخوت كانوا خدامين في الطاقه ودابا جلسوا. ايوا وهاد الولد هو مسكين معاق، داير الحديد في رجلو ويلا خارج من السجن، ودابا راه مسكين راه قاعد كان داير كروسه تاعت الخضيره باش كيعاون راسو ويعاوننا، وراه دابا جالس. وكنطلب منهم من الناس المحسنين وداك الشيء يعاونوه، يساعدوه، يمدوا له يد المساعده باش حتى هو يربي الريش، يبدا حتى هو يدير اسره ويدير وليدات ويدير صافي. الله يجازيكم بخير. هادشي اللي كاين الرقم 58 06 58 68 31 08. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.